الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي، الأرض الأرض. الفنان سيد مكاوي، أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بك. أرجو أن لا تهرب الكلمات ولا تضيع، يعني أنا في واقع في سعادة وفي نشوة بحضورك. الله يخليك سيد مكاوي. نعم. الأرض بتتكلم عربي. طبعا. قال بأن الأرض أم لا تموت، إيه تعليقك؟ فعلا الأرض لا تموت، وأنا بتخيل في الله في هذا اللحن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. صحيح صحيح. وتعتقد أنه مش بس الفنان، كل إنسان تعلقه في الأرض هو سبب نجاحه أيضا؟ طبعا طبعا، حتى الموسيقى المحلية بتبقى عالمية برضو، ده راجع لارتباط الإنسان بالأرض اللي بيحيا عليها اللي بيحبها. بالواقع أسئلة كثيرة، ولكن لابد لنا أن نسأل سيد مكاوي. نعم. عن طبعا تجاربه الكبيرة بحياة الفنية، وماذا تعلم سيد مكاوي؟ نعم. من هذه الحياة؟ أنا تعلمت من الحياة التعبير، والناس علمتني. أنا مدين للناس بتعليم الموسيقى، لأن من كتر ما بحبهم قدرت أفهم يحبوا إيه وما يحبوش إيه، وده بيبقى واضح في الألحان اللي بعملها. بقدر أفهم الناس بتجتمع على إيه وما تجتمعش على إيه. فربنا بيوفقني إن أنا أعمل اللحن اللي هو يصادف حب في قلب كل إنسان. وده طبعا راجع أولا وأخيرا إن الفنان يبقى صادق مع نفسه، يعني ما يبقاش بيعمل شغل كده من أجل الشغل وخلاص. لأ، المسألة بتبقى فيها ارتباط بيني والناس وبين الحياة وبين المعاصرة وبين الموسيقى. وأنا اللي عارفه أيضا وكل الناس عارفينه أنه سيد مكاوي صاحب الصوت الرائع والألحان المبدعة. الناس كلهم عايزين أنه سيد مكاوي يغني أكتر، فليه ما تغنيش أكتر؟ عشان خاطر أنا ابتديت حياتي ولا زلت يعني الأساس عندي هو الملحن. إنما حكاية إن أنا أغني دي بتيجي صدفة الحقيقة. لكن أنا نزولا على رغبة الناس، وكلنا يعني إذا عملنا فن جيد ففي النهاية بنقدمه للمستمع وهو اللي بيحكم. فأنا عشان خاطر الناس بتحبني إن أنا أغني، فأنا بغني عشان خاطرها. بالنسبة للمطربات، أيوه، من هي المطربة الأكثر حفظا للحان سيد مكاوي؟ والله في كتير. ليلى مراد، نجاة الصغيرة، ميادة، وردة، هدى سلطان كمان، وأم كلثوم. أم كلثوم دي ست الكل. أم كلثوم دي لسه ما جاش حد، وإن شاء الله ربنا يبعت لنا حد زي أم كلثوم. يعني أم كلثوم في حاجات كانت بتحصل قبل المسرح وقبل الستارة ما تتفتح يمكن الناس ما يعرفوش عنها حاجة. زي إيه؟ زي ما تقعد تصلح للموسيقيين الآلات بتاعتهم، زي مثلا ما يقول لك الأداة العود اسمه الدوكا، تقعد تصلح لهم الأوتار دي وتقول لهم شد الريد شوية، أيوة خليها كده بقت مظبوطة، وريني النوى كمان، يعزف النوى الآخر وتشوفه إذا كان ناقص ولا زايد. دي مفيش عند مطربة هذا الوعي الفن الموسيقي إنها تصلح الآلات أولا. وكان بتبقى لابسة البلطة على الفستان عشان حتى كمان المفاجأة بالنسبة للموسيقيين ما يشوفوش الفستان هو حتى شكله إيه. بعد ما تصلح أوتار العازفين كلهم تبتدي تخش أوضتها، وبعدين ترجع تاني ويفتحوا الستارة وتخش أم كلثوم. أم كلثوم كانت على وعي كبير بالأنغام، والأنغام مثل الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، كل نغمة لها ملامع ولها شكل ولها طعم، زي الرصد والسيكا والصبا والبياتي والحجاز والجركة إلى آخر هذا الكلام. أم كلثوم كانت تحفظ الكثير للمطربين القدامى القدام، حفظ لهم كثير. وعشان كده لما بتيجي ترتجل من عندها هي وتعود تاني للي عايزه الملحن، بتبقى عندها محصول كبير من الفن وتقدر تضيف. فياريت مطربنا يقدروا يوصلوا للحكاية دي. شيخ سيد. نعم. لو كان سؤال تقليدي لكن لفنان نادر سيد مكاوي، من هي خليفة أم كلثوم؟ حاليا ما أقدرش أقول حد الحقيقة، ما أقدرش،
في أصوات جميلة كتير موجودة عندنا في العرب، أصوات كتيرة حلوة، إنما بالنسبة لأم كلثوم لسه. لو أنا قرأت، لنقول قرأت مقطع من يوم سهرني، ما خطرتش على بالك؟ فكل إنسان زي نعم. يمكن قبل اللحن طبعا ما خطرتش على بالك ليه؟ ممكن يكون لا أريد أن أقول شتيمة أو قساوة، إنما حكم، ولكن جئت بهذا اللحن بطريقة لبقة جدا، العتاب الجميل. فكيف يلد اللحن مع سيد مكاوي؟ ثم كيف يقدر وكيف يتصور أن يوصله إلى قلوب المشاهدين وليس فقط لإسماعهم، لكي يصل بطريقة واضحة وصحيحة؟ بستحضر المطربة في خيالي والناس أيضا، وبعدين الموسيقى نمرة واحد عندي إنها تلمس القلب أولا، وبخلي شخصية المطربة موجودة زي ما، مش عايز أقول زي ما الترز في فص الفستان، ده يمكن تعبير ضعيف، إنما ده أكتر من كده. فأنا يعني لازم أخلي المطربة لا أتجنى عليها، أديها الشكل بتاعها بالظبط بالظبط، لا أزيد ولا، وممكن كمان أستبعد من الصوت أشياء وأستبقي الأشياء الجميلة فيه لبعض المطربات يعني أو لبعض المطربين. يقال بأن السيد مكاوي يجعل كل مطربة أو تدخل في إطار سيد مكاوي الخاص، وهذا شيء مميز. أي سوى أم كلثوم، هل هذا صحيح؟ صحيح، لأن كل مفروض كل فنان يبقى له ملامح، يعني ما يبقاش في بعض الفنانين بتبقى كل ألحانهم قريبة لبعضها، ما تقدرش تعرف ده لحن مين. لكن أنا الحمد لله يمكن يكون لي شكل غير حبايبي الملحنين. حكمك على سيد مكاوي المطرب بصراحة؟ والله هو لو كان غنى من زمان كان بقى كويس، انما هو يعني غنى اخيرا. انا عامل لنفسي غنوة اليومين دول بغنيها اسمها حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، عايزين نسمع. حاضر. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها بتمسة، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، والغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا علينا غالي، ولا عمره حيتناسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة، يا ليلي بعد سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا، وبدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، والغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ولا ولا عمره حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. الله يا سيد الله. في الواقع أسئلة كثيرة كما قلت، ولكن لو طلبنا من السيد مكاوي أيضا بصراحة، أيوة، ما هي مساوئ سيد مكاوي؟ مساوئ سيد مكاوي إنه ما بيصحاش بدري أبدا الصبح، يعني
حتى أنا كنت بنعمل بروفاتي مع ست أم كلثوم، وبعدين بتصحى هي الساعة 9 الصبح، وعملنا 10 بروفات بهذا الشكل. فحافظت على حكاية 9 الصبح دي، إنما أنا لما أصحى بدري أصحى الساعة 1 الظهر. فمرة من دول اتأخرت بقى يعني بعد 10 بروفات، ورحت هناك الساعة 1 الظهر، وفتحت باب الاستديو لقيتها بتقول طالت ليام تعالى لي اواب. قلت لها ما حدش يكلم معايا بقى، لان انا اللي جاي سايق وانت عارفه الاشارات في السكه يعني. وما هي حسنات سيد مكاوي؟ احب الناس قوي 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 قوي، هم ثروتي اكتر ما هم يحبوك. انا بديهم كل حبي وما اعرفش هم يحبوني قد ايه. من هو الفنان اللي تحب انك تتعاون معاه من المطربين؟ نعم، كل صوت جميل، كل صوت جميل، وفي على الساحه العربيه اصوات حلوه قوي كتير. وانا الحمد لله ما فيش ملحن ما لحنتلوش، ما فيش قصدي مطرب او مطربه ما لحنتلوش الا عبد الحليم حافظ. ليه بقى؟ علشان كان في ملحنين وياه مرتبطين بيه، وانا انت عارف انا يعني في ميادين التلحين ما تخصصتش في حاجه، يعني تلاقيني بعمل لمحمود شكوكو لحد ام كلثوم، يعني المونولوجات، التترات اللي بتقدم المسلسلات، المسرحيات، الليله الكبيره، مسرح العرايس، الحقيقه ما تخصصتش في حاجه، فالحمد لله ربنا ايه مسهل لي. انما انا لما كنت اعمل لحن لعبد الحليم يبقى معناها حوقف حال ملحن من اللي بيشتغلوا معاه لمده سنه، عشان كده ما كنتش اقدم على تلحين لعبد الحليم، وهو الحقيقه طلب مني كذا مره، لاني بحبهم كمان الملحنين اصحابي. وهل هنالك سيد نقص في الكلمه ام في الاصوات في الدول العربيه حاليا؟ نعم والله، هو يعني عشان خاطر ما فيش رامي، ما فيش عبد الفتاح مصطفى، ما فيش مرسي جميل عزيز، مرسي جميل عزيز، ما فيش يعني كل الاساتذه دول راحوا، حسين السيد وعبد العزيز سلام. الجيل اللي طالع بيهتموا قوي بالشعر الحر، والشعر الحر ده ما بيبقاش فيه قافية، ما بيبقاش فيه أوزان، وطبعا الأوزان دي مهمة جدا، ده القطر لو اختل توازنه يقع. يعني هنالك قول عالمي مشهور أيضا، الكلمة دون فكر لا تصل إلى السماء، يعني لا تصل إلى قلوب الناس. الله صحيح. إنما أنا عايز أقول لسيادتك إن المطربين لازالوا بخير، وإحنا بقوله إن الموسيقى بتاعتنا غنية جدا جدا جدا، أغنى من الغرب الحمد يعني لله. الحمد لله. وهل هنالك ربما سؤال نوعا ما شخصي، لا أريد أن أدخل في الخصوصيات، ولكن هل هنالك في عائلة سيد مكاوي أيضا موهبة فنية؟ أنا عندي بنتين، واحدة اسمها إيناس دي عندها 20 سنة في كلية الآثار، وبنتي تاني يعني عندها 20 سنة، وبنتي تاني عندها 11 سنة اسمها أميرة. اسمها أميرة، أميرة دي جن طلع لوحدها، تمسك البيانو وتعزف لوحدها وتحفظ، بل كمان أكتر من هذا، لما أحب أدي مثلا لحن الوردة أو ما أخليها هي تقرأ الكلام على الريكوردر وبعد كده أنا أقول اللحن، عندها من الوعي الفني شيء كبير قوي أميرة دي. ده لها مستقبل فني. آه فعلا. وكلمة سيد مكاوي للآباء، للأهل اللي عندهم أولاد أصواتهم حلوة أو عايزين يدخلوا عالم الفن، إيه نصيحتك؟ اوعوا يقولوا لهم لا، محدش يقول لهم لا. أنا أول ما طلعت كنت أقرأ القرآن وأقرأ المولد، أول ما طلعت، وطبعا كان عندي سنتين وكان عندنا وصفات بلدي، طبعا ما أقدرش أتكلم وأنا عندي سنتين، فوالدتي كان الوصفات البلدي دي هي اللي ضيعت عيني، وبعدين ابتديت اقرا القران والمولد ونعيش من، لان انا والدي توفى وانا عندي 7 سنين، نعيش من هذا الدخل. لكن الموسيقى لما شدتني شد فظيعه جدا ما قدرتش اخلص منها، الناس ما بقوش يجيبوني، وحتى برضو اسرتي قالوا ان ده مش هينفع، ما دام بيغني يبقى مش هينفع. انا رايي ان الفنانين اللي يطلعوا من الاسر لازم يشجعوهم ويخلوهم يسلكوا طريقهم في الفن، لأن الفن لو قسنا بلايين البشر بيطلع فيهم كم فنان، نلاقي الفنانين أقلية جدا، فلازم يشجعوهم، لأن دي نعمة لا تقدر، نعمة الفن.
نعم. سأقدم لك صوت للمرة الأولى. نعم. وربما يكون آخر العنقود في الفن اللبناني. الله. فنانة شابة تدعى داليا. يسعدني والله. عمرها 24 سنة. يسعدني يسعدني. سهرانة من وجد بناجي خيالك من قدك، وانا كاتمة غرامي وغرامي هلتني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك. روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك، محتار اعمل لك ايه في دلالك وفي صدك، ليه اخف غرامي وغرامي هلتني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله. برافو برافو. طب انا عايز اجرب معاك يا غنوة. ايوه. واشوف كده يعني. شوفي كده. انا هنا هنا يا ابني الحلال، لا عايزه جاه ولا كتري مال. قولي انا هنا هنا يا ابني الحلال، لا عايزه جاه ولا كتري مال. احلم بعشق املى انا سعد وهنا، انا هنا يا ابني الحلال. برافو برافو كويس. سيد انا هطلب منك انه تقدم نعم لداليا حلق، لكن حلق بودانها مش من الماس، حلق فيه اثمن الماس، وهو نصيحه تسيبها في ودانها طوال الحياه. فنصيحه سيد مكاوي للفنانه داليا. نصيحتي لها تعلم الانغام وحفظ الالحان القديمه اللي هي لأم كلثوم مثلا، زي اللي حبك يا هنا مثلا، فين العيون اللي سابتني، الحاجات القديمة دي عشان خاطر يبقى عندي خلفية، ولا بد من تعلم الأنغام. إن شاء الله هيبقى لك مستقبل عظيم جدا. سيد مكاوي. نعم. الموسيقار محمد عبد الوهاب بيني وبينك قال أيوة الموهوب أيوة يفتقد الدراسة، ودراسة تفتقد الموهبة. فإيه تعليقك؟ لا مفيش حاجة تفتقد شيء. اللي الورد لما بيطلع من الأرض محدش بيقول له أنت تكون ورد ولا لا، الورد يطلع ورد على طول. مش هنسيبك سيد قبل أن ننهي بولادة آخر لحن لم نسمعه بعد. ولمن هذا اللحن؟ اللي هي اللحن ده آخر لحن عملته لسه ما ظهرش للفنانة ميادة، واسمه حبك منتهيش. حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش. اداني عمر التاني غير عمر الاولاني، اداني عمر التاني غير عمر الاولاني. رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني. حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، اداني عمر التاني غير عمر الاولاني. رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني. حبيبي الروح والعين يا زماني واحلى سنين، يا حبيبي الروح والعين يا زماني واحلى سنين. يا مالكني بخاطري وبرضايا واوامرك جايه على هوايا. مين اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايش؟ حبيبي هدي قلبك حبك ما ينتهيش. العمر الطويل العطاء الكثير سيد مكاوي.